هناخد الالترا ساوند كرايتيريا للاوفري. ده من الحاجات اللي يمكن ما بتتكررش كتير في الامتحانات او ما جتش في الركوع قبل كده، كان ده في النظام القديم بتاع ترو فولس. كمان ده ممكن يكون اكتر بيجي، ممكن يجي صوره كبكتشر كده الترا ساوند اللي في امتحانات اوسكي للبورد العربي بالاخص، او ممكن سؤال كادنكس الناس في حاله برضه في البورد العربي في الاوسكي ستيشن فيسألك وبعد كده تعرفها ازاي بالالترا ساوند. احنا هناخدهم بالترتيب كده، الهيموراجيك سيست تظهر ككوب او ويب عموما اذا كان كوب ويب او نت للفيش نت. التورشن تظهر كفلوت اوفري او سنيل شيل. البي اي تي كومبليت سيبتوم او تظهر كوب ويب سبوك ويل. عندنا كمان الانر سكين، عندنا جراوند جلاس، الايسبرج او الفلوتنج هول بتاعت التراتوما، الرينج اوف فاير بتاعت الكوربس لوتيوم. هو ده سريعا كده المفروض احنا نبقى عارفين ده من الورد الكي وورد اللي ممكن تفتح لك السؤال عموما لو جات لك ام سي كيو، ان هو ممكن البيشنت يجي لك عليها ابدومينال بين كومبليكيشن في سيست، وبالالترا ساوند كان اقول لك مثلا هي واخده مثلا كوك ويل او الكلام ده، وبعدين في بي اي دي اقول لك التريتمنت ايه، فانت تبقى انت عارف الكلام ده. طيب احنا عايزين نعرفها للعلم للبراكتس بقى، نشتغل ازاي؟ يعني انا اخدت ارس وشي ولا فهمتها، طب انا هشوفها ازاي اطبقها ازاي؟ ما دي مهم، مهم جدا ان احنا نربط ما بين المعرفه ومن البراكتس، والا ملهاش لازمه الموضوع من الاول خالص. اول حاجه الهيموراجيك سيست، ده الهيموراجيك سيست اللي احنا شايفينها بسبب الكروس الموجوده فبتاخد شكل الويب. احنا هنا ادي السبايدر ويب اهو، وفي كمان المصريين عشان شايفينها اقرب للفيش نت لشبكه الصيد، فهو ده الكوب ويب برضه اللي هو او سبايدر ويب، هو نفس المعنى الويب ده اللي هو ده، وهي موجوده هنا هنشوفها كده. هو ده، محدش يغلط ما بين دي والتراتوما، هنشوف الاندوميتريوما، هنشوف الاندوميتريوما دلوقتي. بعد كده الاوفري، ويمكن ده من الحاجات الكتير اللي كنا بنغلط فيها، بنشوف الاوفري تقول لك ان تكتب في التقرير بتاعك ان الليفت اوفري هو اللي فيه التورشن، تيجي تفتح تلاقي الرايت اوفري تقول ده الالترا ساوند غلطان، ده دكتور الاشعه هو اللي مغلط. لا، هو ما يعني ده حاجه طبيعيه اللي هو الاوفري المقلوب ده بعد اعرف ان هو عدى على التورشن ده 24 ساعه. طبعا هو ده شكل التورشن. طبعا انت لو عملنا دي تورشن كده فده هترجع هنا، فهو بيعكس هو اللي بنتكلم عنه، او اي ميديكال عموما لما بتاخد تورشن عموما بيدينا شكل السنيل شيل اللي احنا شايفينه ده، او اللي احنا الشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هو بالدوبلر كده واخد الدوامه الواير بول. بعد كده نيجي للويل، عندنا نوعين، نوع اللي هو الكوب ويل اللي هو الترس ده اكثر في البي اي دي او الهاتوس على كنسو، هنا الانكمبليت سيبتوم ده من الحاجات اللي ناخد بالنا منها لانها بتتكرر كتير. الاوفر هايبر ستيميوليشن ده السبوك ويل. انا سالت الدكتور عمرو والدكتوره سالك كنا احنا امبارح سالتهم سؤال ايه الفرق ما بين الاوفر هايبر ستيميوليشن او اللي انا بدي اي في اي في حاله اي في اف، او انا بدات اندكشن والحاله حصل معاها المنظر ده، ونفس الحاله جيت بريجننت برضه عنده 12 اسبوع بعمل لها الترا ساوند لقيت نفس المنظر ده بس ما خدش اي في اف، ايه الفرق ما بينهم ونعرفها ازاي؟ ده هنقولها في اخر المحاضره ان شاء الله. بعد كده بنتكلم عن المشنا سيست، ده من الحاجات المشهوره جدا، لا من اكبر الاوفرين سيست في الدايمتر ممكن توصل لحد 50 سنتي. كمان احنا بنتكلم هنا عن ادي الانر سكان اللي هو ده، او بنتكلم عن الكومب اللي احنا شايفينه ده. البي سي او طبعا مش محتاج ان احنا نقول نفس ده تيبيكال للبي سي او اللي احنا بنشوفها البيرسترنج. بعد كده الادي الاندوميتريوما الجراوند جلاس، يعني ايه الجراوند جلاس؟ يعني هو اللي بيسموه الازاز المعتم او اللي بيكون فيه خربشه كده، او اللي احنا بنسميه الريجولار جلاس اللي هو ده اللي هو ده. دي التراتوما او الدرومويد سيست، ده الايسبرج اهو
اللي هو تحس ان هو الطب بس هي اللي بتظهر والباقي مش ظاهر. هو نفس الكلام هنا، او الضوء اللي احنا شايفينها ده بيسموها الضوء الدهش. في كمان الفلوتنج بول، ده بسبب الفات الموجودة او بسبب الهيرو الفات بالطريقة اللي بنشوف الاكوستيك شير او بنشوف برضو هنا ماشي الاكتوبيك. والاكتوبيك الكراتيريا بتاعت كل نوع اكتوبيك مهمة جدا، وهو ده الدونت اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الاكتوبيك. بعد كده الرينج اوف فاير اللي احنا بنتكلم عنه اليوتيل سيست، وبعد كده الفوليكولار سيست اللي هو هنا بنلاقيها سيمبل سيست ان كوك، قلنا يعني بلاك مهمه جدا عشان احنا قلنا هنفرق عنها عن حاجه جايه دلوقتي. وده الرينج فاير اوف رينج، وقلنا الديفرنشال دايجنوز بتاع الكريتيريا في الاوفري. وهناخد وكمان من الحاجات اللي احنا سريعا كده هنراجع المانجمنت بتاع الاوفريان سيست في البريجنسي ومانجمنت الاوفريان سيست في البوست منوبوزا والبري منوبوزا والادلت والتشيلدرن. هنقولهم سريعا كده في هي سلايد واحده، فهنحاول نجمعهم دلوقتي. بس ثواني كده، احنا هناخد ريست يعني 3 دقايق ونرجع تاني ماشي.